أعلن حزبي الوسط والحضارة رسميًا اندماجهما في كيان سياسي واحد، ليكونا معًا تيارًا وصفوه بالوسطية، وليخوض معًا غبار الانتخابات البرلمانية القادمة. رسالة إيجابية، محاولة لكسر حالة الاستقطاب الحادث في مصر الآن، محاولة لتوحيد الجهود للأحزاب التي تملك رؤية وسطية. مصر تحتاج إلى كيانات قوية الحقيقة. العملية السياسية النهاردة والأحزاب السياسية والانتقال الديمقراطي للسلطة وتداولها محتاج كيانات قوية. فإحنا شايفين أنه إحنا بنسعى إلى كسر هذه الحالة، بنسعى إلى تقديم نموذج أنه تندمج فيه الكيانات لتكمل بعضها بعضا لتقضي على هذه الحالة من التشرذم. كانت قوية حقيقية. احنا كان عندنا كحزب حضارة كان الوزير حاتم صالح وما زال وزير التجارة والصناعة، التجارة الخارجية والصناعة، وكان وزير محسوب في حزب الوسط. النهاردة معنى كده ان احنا كان ده كان مشارك باثنين في الوزارة، فان شاء الله والاثنين دول قدموا نموذج يحتذى الحمد لله، واعتقد كان محل تقدير من الجميع كشباب يمتلك القدرة على القيادة وعلى يعني القيادة التنفيذية للوزارات، لانه النظام السابق كان مجرف كل القيادات. فاحنا قدرنا الحمد لله نقدم هذين النموذجين المشرفين. اعتقد انه دورنا الفتره الجايه نقدم المزيد منهم، نقدم رؤيه كيف ستتقدم مصر للامام في التعليم وفي الصحه وفي الطاقه وفي الصناعه. هي دي دور الاحزاب السياسيه بعيدا عن الاراك على وسائل الاعلام. يعني الشعب المصري ربما يحتاج الى انه يميل اكثر الى منطقه الوسط اللي هي ربما هي اقرب لحاله الاعتدال لدى الشعب المصري، وهي اقرب لحاله التسامح التي تسود لدى الشعب المصري. ومن ثم نحن نعطي نموذجا لكل المتواجدين في هذه المنطقه الوسطيه انه عمليه كفره الاحزاب وكفره التيارات في هذه المنطقه وكفره الحركات ليس امرا صحيا. الصحي هو التكاتف لبناء رؤيه وطنيه واحده يمكن ان تخرج المجتمع من الحاله المرتبكه. بيحصل ايه؟ بيحصل بقى احزاب بتندثر واحزاب بتندمج، وبالتالي عمليه اعاده انتاج الاحزاب بعد فتره التجربه الاولى، لانه احزاب معناها ايه؟ معناها لازم يكون لها عضويه كافيه، لازم لها موارد عشان تبقى وتعيش، ولازم عندها مقرات كافيه تعمل مهمه، لازم يكون عندها مشاركه في العمليات السياسيه بشكل كبير. ده حاجه 70 حزب بالتاكيد اكتر من نصهم ما عندهمش الامكانيات دي حقيقه. فالعمليه انه الاحزاب العقله المتشابهه بتبدا تندمج مع بعضها في كيانات واحده، فهتبدا تقل عدد الاحزاب في مصر، الاحزاب اللي تبقى لها دور سياسي. يعني انت احنا المره الماضيه مثلا صعب نعد 10 احزاب دخلوا البرلمان حتى لو بمقعد، يعني في 4 5 6 احزاب تمثلوا بنسب اخرى، بعدين احزاب بعدد مقعد او 2 مقعد او 2. بالنسبه للانتخابات يعني برضه ايه الكيان اللي ما هو اللي احنا دلوقتي الوسط، هو الكيان باسمه الوسط. ف انزل الحزب حزب واحد اسمه حزب الوسط، ما زال هو بتشكيلاته، انضم اليه زي ما اتحرك كده حزب الحضاره. القوائم هتنزل بنفس الطريقه، قائمه واحده ان شاء الله. بقى المقاعد اللي ربنا يكرمنا ويحققها، لو كان لنا دور في مشاركه في الحكومه القادمه، في السلطه التنفيذيه، في المسائل الاقتصاديه، في كل ده التشريع، ده كله هيبقى تنسيق واحد، كيان واحد خلاص. يعني اعتقد انه ده فعل ايجابي، واعتقد انه ممكن يكون قدوه للاخرين. محدش يقدر يصادر على اراده المواطن المصري. في مواطنين مصريين ساكنين في اسكندريه وفي دمياط وفي بورسعيد وفي بني سويف وفي كل محافظات مصر. هؤلاء المواطنين المصريين من حقهم جميعا ان يشاركوا في المشاركه دي، حق، دي مش منحه من الحاكم ولا منحه من مجلس النواب ولا من مجلس الشعب ولا من مجلس الشورى ولا من الجمعيه التاسيسيه ولا من الدستور، ده حق. من يقف امام هذا الحق يجب ان يزال، العائق اللي يقف امام هذا الحق يجب ان يزال، لابد من ازاله اي عائق يقف امام اراده الناخب المصري او اراده المواطن المصري.